أحبتي الأكارم، أهلا ومرحبا بكم. شكرا زميلنا ماجد الأسدي على جولة التفاعل. وسؤال التفاعل هو أنه شو وقت نضبط أنفسنا؟ ضبط النفس أكيد عند الغضب. رسول الله صلى الله عليه وآله عنده حديث جدا لطيف وجميل، على ما أتخطر وما أتذكر من عند أطراف حديثي: ليس الشديد بالصرع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. يعني ضبط النفس راح يكون في مواقف صعبة، في مواقف يحتاج الإنسان أنه يجعل نفسه في ميزان، أنه أنا شلون أضبط نفسي في مواقف اللي يحتاج أنه أنا أكون لا يبدر من عندي فت سوء، سواء كان ذاك السوء لفظا أو نظرا أو حتى حركات الإيد اللي دائما يستخدموه للأسف الشديد. البعض اللي يشوفهم في مواقف مرزنين ولكن يفقد أعصابه في مواقف اللي يحتاج أنه تكون رزانته موجودة بها. هنا راح يبين المواقف اللي لازم الإنسان يكون بيضبط نفسه. وضبط النفس يعني بمجال جدا واسع وجميل، واختيار هذا السؤال واختيار هذه الجولة وهذه المفردات اللطيفة الجميلة لازم نتثقف فيها. أيضا تحتاج ثقافة حقيقة أنه إنسان شلون يضبط نفسه، شلون يكون دائما حقيقة ضبط النفس يكون مع العائلة، مع الأطفال، مع الزوجة، مع الأصدقاء، في المواقف اللي تحتاج تضبط بي نفسك، تضبط بعينك، تضبط بأفكارك. شوفوا الضبط النفس وين راح ياخذنا، حتى في جوانب أخرى أيضا لازم نضبط أنفسنا. ضبط النفس حتى أشار القرآن الكريم إلى ثلاثة أنفس في القرآن، ألا وهي النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. خلينا نشوف نفسنا إحنا وين من هالأنفس الثلاث، من إحنا من ياهم. نفسنا تأمر بالسوء دائما، غير ضابطين لأنفسنا في مواقف، أو ضابطين لأنفسنا، أو نلوم أنفسنا، أو إحنا متحكمين بأنفسنا. أحمد، شلونك يا ضبط النفس؟ إن شاء الله قدر الإمكان جيد جدا. جيد. حلو. يعني لأنه يعني كنت سابقا ممكن بأيام الشباب الإعدادية الجامعة كنت سريع الغضب، أو دائما يعني أتنرفز على شيء من باب يعني إحقاق الحق، مو من باب إنه أتجاوز على الآخرين. يعني شخص قدامي سوى شيء مو بحدود مباشرة بوجهه. بس استفاديت من السيطرة على الغضب، أو مثل ما نقول شو وقت أنت تسيطر على نفسك، أنه تخلصك من مشاكل ما بعد هاي الحالة. فصارت أكو دائما نقول لك أنت من تريد تنصح شيء قل له شنو السبب وشنو النتيجة وشنو السلبي وشنو الإيجابي. ففهمت أنه أنا من أضبط نفسي في هذا الموقف وأتعامل، أنا هم أحق الحق ما أتنازل عن هذا الموقف بس بأسلوب أحسن، ما مثلا يبدر من عندي شيء خاطئ، كلمة، تصرف، انفعال تندم عليه بعدين، ممكن احتاج الى الاعتذار. صحيح. مو حلو. ممكن اهين نفسي في هذا الموقف، ممكن اجرح شخص اخر ما يحتاج الموضوع بهذا الجانب، ممكن تكبر السالفه مثل ما قلنا بالبدايه، ممكن هو سوى شيء خطا فقول له لا عفوا هذا مو صحيح. فافضل ما تكبر السالفه واحد يضبط نفسه النتائج تكون افضل. نقرا تعليقات ان شاء الله حتى نشوف اراء يلا. كل من علق على الفيسبوك ونبدا بجيهان رباعي، وتقول: والكاظمين الغيظ لن ينسى الله ابتلاءك للكلام، لن ينسى عتبا كتمته ولا قهرا الجمته ولا الما بحقك سكت عنه فاطمئن عوض الله جميل. مفدى محمد يقول: تحياتي لكم كادر برنامج صباح كربلاء، موفقين ان شاء الله، شكرا لك. ويقول: ضبط النفس عند الغضب يحفظ لك مكانك وهيبتك، شوف، وعلاقاتك الطيبه. صح. ويوفر عليك مذلة الاعتذار وترضي الآخر. يعني لازم يلا أنا آسف مو قصدي، لا تزعل، قد ما هو ما يستحق طبعا، بس أنت خطأت بحقه. أنت خطأت. الشعور بالندم، تقول أنا ليش سويت هيك، ليش فعلت هذا الانفعال. صعوبة إصلاح ما فسد. أبو ضبط النفس، خلي أعلق على هذا الموضوع. مرات ضبط النفس عند الرجل جدا مهم، للمرأة أهم. الرجال مثلا ما يطلع عن طوره، مو مثل عيب المرأة. مرات تشوف مرأة تطلع عن طورها وتغضب، حتى تشوف مرات خاصة إذا مكان عام مكان عام شايفين المسألة. أبو محمد العراقي يقول: ضبط النفس تحتاج إلى صبر، وإياكم من صبر الحليم، إذا غضب للصبر حدود. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين إلى رحمتي بحق محمد وآل محمد. وردة الشمس تقول: إبراهيم اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين طاهرين. أحسنتم، بارك الله فيكم في جميع المواضيع التي تقدموها التي فعلا هي موجودة في حياتنا اليومية، لكم كل التوفيق إن شاء الله، شكرا لكم. يمك باقي التعليقات. وين وصلت؟ رضا الكربلائي. رضا الكربلائي، خلي دور عليه. يلا. اي انا تيهت ترى. يلا. تحية طيبة للجميع، موفقين إن شاء الله. نحتاج ضبط النفس عند الغضب وعدم التسرع
في نطق كلام قد تندم عليه. لسانك حصانك أن صنته صانك وإن خنته خانك. اللسان ليس له عظم فعجبا كيف يكسر القلوب وكيف يجبرها. بلسانك تزف للجنة وبلسانك تحترم وترتقي بحسن خلقك وتكون محبوب بين الناس. فسخر لسانك لطاعة الله لما يحب ويرضى وابتعد عن الغيبة والنميمة والبهتان والشتم. هو شوف ضبط النفس راح يخليك حتى تأخذ غيبة وتشذب يعني يأخذك الأمور أنت في غنى عنها حقيقة. يلا خلينا نقرأ رؤوس الأطراف. أنا راح أقرأ حتى نقدر نلحق نقرأهم كلهم حتى تحياتنا لهم اللي علقوا يعني من باب حبهم من باب اهتمامهم بالبرنامج اهتمامهم كذلك بالموضوع. عندنا الأستاذ سجاد الكربلائي تحياتنا له. الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل. أحسنت حكمة جدا جميلة وبالفعل الأستاذ سجاد كربلائي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجيهان كذلك تصلي على النبي وآله. زميلنا رياض السعيد على ما أظن من أهم السلوكيات إلى الإلزام أن تكون حاضرة عندنا في كل الأوقات يا ضبط النفس. ضبط النفس في وقت اللي تكون متفاعلين مع الحدث لأن هذا الأمر يوفر هواي أمور. يعني كلام جدا لطيف وجميل. عذرني رياض ما أقدر أقرأ كله لأنه حتى نلحق نقرأ بقية التعليقات. رضا الكربلائي يقول الكلمات نور ولكن بعض الكلمات قبور. بالفعل الأستاذ سجاد الكربلائي أيضا يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلما كبر الإنسان وتعلم من دروس الحياة وأخذ العبر ازداد نضوجا وهدوءا. أحسنت وإدراكا كذلك. رضا الكربلائي كذلك الكلمة الجارحة كالمطرقة أو كطرقك للمسمار في الخشب والاعتذار كنزعك لذلك المسمار من تلك الخشب. حكمة جدا لطيفة وجميلة. مفدى يصلي على النبي ويصلي على أبي عبد الله الحسين ويسلم. كذلك عندنا يوسف الكربلائي عجيب أمر اللسان ما أسهل أن تأخذ به الحسنات. بالفعل. ورضا الكربلائي يصلي على النبي وآله. يوسف عندنا كذلك الكربلائي أسعد الله أوقاتكم وكذلك أسعد الله كل أوقاتك. ورضا الكربلائي كذلك يبعث لنا تحيات جيد ولنا تحياته. مفدى دازلنا قلب. إذن شكرا لكل من شاركنا. أمير الراجحي ويوسف الكربلائي وأم مصطفى وجيهان الربيعي والحاج عبد الكريم الخفاجي كل الأحبة كل من تواصل معنا. دائما نقول تعليقاتكم وكأنما أنتم مشاركين بالبرنامج وجالسين ويانا. تحياتنا لهم. تحياتنا شكرا لكم وإن شاء الله دائما ننتبه لأنفسنا وتصرفاتنا وأعمالنا. شكرا أكيد لكل من تابعنا وإن شاء الله دائما نكون معكم من خلال برنامج صباح كبلاء.